قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. أهلا بيكم مستمعينا وقلبك بيروح فين، ومعاكم دعاء فاروق. النهاردة للأسف هتكلم عن الخيانة. الخيانة اللي اتعودنا إن هي صفة خسيسة، للأسف فيها خسة. إن أنا أخون صاحبتي اللي واكلين مع بعض عيش وملح، دي فيها خسة. إنه أخون زميلي في الشغل واروح أطعنه في ظهره واروح أقول عنه كلمة وحشة، دي خسة. لما تسأل أي حد إيه أصعب إحساس ممكن تحسه، هيقولك إن أنا أخد الطعنة في ظهري من أقرب الناس ليا. لما تكون واثق في حد وتكتشف إن هو مش حقيقي معاك، هو خسيس. أسوأ شعور هو شعور إنه الإنسان اللي أنت كنت بتحبه ده طلع خسيس وخانك. الخيانة مش بين اتنين متجوزين ولا واحد بيحب واحدة، مش بس الموضوع كده، هو طبعا كده كده وأبو كده، عشان بس ما تفتكروش إن احنا خونوا بعض يا حبيبي، لا هو كده وأبو كده كمان، بس هو الموضوع كبير. يعني وفكرة انه الست اللي تلاقي جوزها بيخونها او العكس، والعكس بيبقى قاسي طبعا ومؤلم ويكسر الظهر ويقطم. لو الراجل اكتشف ان الزوجة اللي بتخون او الزوجة اكتشفت ان الرجل بيخون، الموضوع بيبقى فعلا زي الطعنة في الظهر. انما كمان الموضوع بيتخطى فكرة الخيانة الزوجية، اللي ممكن خيانة الأصدقاء، خيانة الإخوات، حد ما يردش غيبتي، يتقال عليا كلام في مكان وما يردش غيبتي ويسمع ويسكت، انت كده خاين، انت كده بتخون العشرة اللي بينا. انت ما دفعتش عني ليه؟ انت ساكت عشان مكسوف انه تدافع عن حد كان في أمس الحاجة ان انت تدافع عنه، وسكت وصهينت وبتاع عشان ما تتحطش في الصورة معاه. أنا أسفة، أنت كده خنته. مكملين معاكم بعد الفاصل وقلبك بيروح فين. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. رجعنا لكم مستمعينا وقلبك بيروح فين. مش بفهم يعني ايه صاحبك او صاحبتك تدخل بيتك. يعني بنسمع كتير، بنسمع ان الصاحبة دخلت البيت وسابت الباب موارب مع جوز صاحبتها، يعني وبعدين يقولك ايه حبينا بعض. خلاص اعمل ايه؟ ما انا حبيتها، ما هو حضرتك فتحت الباب على الرابع وانتي سمحتي لنفسك انك تفتحي الباب يعني من الاول يا جماعة الحاجات دي بتتقفل بالضبة والمفتاح، ما فيهاش فصال. يعني الضحكة والكلمة وأصل برتاح له، وأصل هو أهم من يعني بيسمعني أكتر من جوزي، أصل هي مريحاني أكتر من مراتي، أصل هو بداية فتح الباب للخيانة خيانة أكبر من أنه يعني توصلوا لمرحلة الحب وكده، أنكم فاتحين لبعض السكة. مش بفهمها دي. وبعدين أنا عايز أعرف الراجل لما بيخون صديقه أو الست بتخون صديقتها، هي بقى بينها وبين نفسها بتبقى مستنضفة نفسها إزاي؟ يعني أنا أسفة والله، بس لما بيقعدوا مع نفسهم كده ولوحدهم، يعني مش بيستحقر نفسه؟
مش بيشوف نفسه حقير قوي او يعني ما يصحش انت؟ طيب وهل يعني لما يبقى عنده اخوات وصحاب وولاد هو مش شايف ان هو منظره قدام ولاده انه على فكرة بابا حب صاحبة ماما او ماما عرفت صاحب؟ يعني انتوا بالنسبة لكم الامور دي عادية وتعدي؟ هل دي حاجات عادية تعدي عليكوا عادي وبتاخدوها بصدر رحب كده الناس بقى طبعا بتتكلم عليكوا وكده، مش مهم الناس، انتوا جوه نفسكوا جوه قلبكوا بتناموا؟ يعني تقدري تنامي كده وانتي مقطعة قلب واحدة بالسكينة؟ بتبقى الست متدمرة منهارة عادي وتبقى عشرة عمرك وحبيبتك عادي؟ انا مش عارفة ازاي عادي ومش عارفة جايبين القدر ده ازاي. مكملين معاكم بعد الفاصل وقلبك بيروح فين. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق على 887 FM راديو مصر. رمضان بيجمعنا. رجعنا لكم مستمعينا وقلبك بيروح فين. قصة هبة سليم الخاينة اللي هي السقوط إلى الهوية اللي عملوها في فيلم السقوط إلى الهوية وعملتها الراحلة مديحة كامل ربنا يرحمها، كل ما تخيل إن الناس دي حقيقيين وشوف صورهم ناس عاديين يا جماعة زينا وعايشين زينا وعايشين في البلد وبعدين خطيبها الضابط اللي فضلت تستدرجه وفضل يبعت لها الجوابات اللي فيها المعلومات وكده، الضابط ده لما يعني المخابرات المصرية عرفت ان هو ده الخاين، هو ده اللي بيطلع المعلومات، لما لقوا جواب غريب كده كاتب ان انا ركبت اريال الراديو او اريال التلفزيون، فشكوا اريال ايه؟ اريال ايه اللي بعته لخطيبته بيقول لها ركبت اريال الراديو؟ هل في راجل هيبعت لخطيبته جواب وهي في فرنسا عشان يقول لها ركبت الاريال؟ ركبت الاريال، والاريال انت فعلا مركبه الحقيقه وهم عرفوا وظبطوك متلبس، فطبعا دوروا وراه وعرفوا، فهم بيقولوا للقائد بتاعه، فالقائد بتاعه قال لهم استحاله استحاله لا يمكن، قالوا له لا هو، قال لهم لو هو انا، بصوا بقى الراجل قد ايه حاسس بانه ده طعن طعن، ده قائد في القوات المسلحة المصرية وده بيشتغل معاه ومش باين عليه اي حاجة خالص انه خاين، فقال لهم انا هستقيل، فقدم استقالته. طب هو ما عملش حاجة، ده قائد كبير ومهم ودوره مهم جدا في الجيش ومخلص جدا، مجرد ان واحد بيشتغل تحت ايده خان مصر؟ قال لهم لا 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 انا هستقيل. وهو طبعا في عز الحرب وعز احتياجهم لقائد بقيمة هذا القائد، قالوا له يعني مش هينفع تستقيل وتسيب مصر يعني دورك مهم، فقال لهم يبقى أنا لازم أضربه هو بالرصاص، أنا مش هرتاح ومش هيهدلي بال غير لما أضربه بإيدي بالرصاص، وكانت هي سابقة هي الأولى من نوعها لأنه مش هو اللي يعني منوط بتنفيذ حكم الإعدام، هما في ناس بتنفذ حكم الإعدام مش القائد الكبير ده، لكنه مرتاحش غير لما يضربه هو بالرصاص علشان قد إيه هو خاين وعشان يبين إنه دي كانت خيانة كبيرة قوي. طيب في قصة تانية بقى لطيفة جدا عايز اختم بيها بتاعت يا خوف يا بدران، انتوا عارفين انه يا خوف يا بدران دي احنا دايما نقولها يا خوف يا بدران، انه انتوا عارفين انه دي قصة خيانة بدران ده لصديقه أدهم الشرقاوي. أدهم الشرقاوي القصة الشهيرة اللي ناضل ضد الإنجليز وأعوانهم وانتصر للفلاحين الغلابة، والبوليس أدرك انه مش هيقدر ينتقم منه إلا من خلال صديقه بدران اللي أغرته السلطة وبلغ عنه الشرطة وكان هو سبب في قتله، وعشان كده كانوا دايما يقولوا يا خوف يا بدران. أقابلكم بكرة وقلبك بيروح فين. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168.
قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا.